المصريون يدركون حجم الإنجازات والنجاحات التي حققتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. من هذا المنطلق دعت أمانة الشؤون السياسية في حزب حماة الوطن أعضاء الحزب والعديد من الشخصيات العامة والنيابية لمؤتمر جماهيري حاشد بمركز التعليم المدني بالجيزة لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة. أول رئيس بيضع استراتيجية لمصر 2030، الرئيس اللي حول الأزمات إلى فرص، الرئيس اللي قدر إنه يشتغل على يعني محاور متوازية، بناء الإنسان، بناء المؤسسات. سيادة الرئيس قال أنا البرنامج بتاعي مصر، ما حددش حاجات معينة، وفي خلال 10 سنوات احنا شفنا تطور رهيب جدا 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 في جميع المجالات، من زراعة وتعليم وشباب ومرأة وصناعة واقتصاد، وأهم حاجة في كله بناء المؤسسة العسكرية. فعاليات دي وغيرها لتوعية الناس وحسهم على المشاركة للتصويت لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاستحقاق الانتخابي في شهر ديسمبر. فما فيش يعني غير فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو رجل المرحلة السابقة والقادمة بإذن الله. تباين الحشود من مختلف الأعمار والفئات يبعث رسالة تأكيد لمواصلة الإنجازات التي وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي لبنتها الأولى، واستكمال مسيرة التنمية لتحقيق حلم الجمهورية الجديدة وإحالته لواقع نحياه على أرض مصر.